أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم المجلة السعودية، معكم الدكتور خالد الشمري. هذه الأيام يكثر الكلام عن الشريعة وتطبيقها، ويعتقد الكثير من المسيحيين أنه ما عندنا الشريعة، لكن هذا الكلام مش صحيح. كثير من المسيحيين يحسبون أن الناموس اللي هو الشريعة اللي أعطاها ربنا لموسى، وأساس هذه الشريعة هي الوصايا العشر. الوصية الأولى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. الوصية الثالثة: اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. الوصية الرابعة: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. الوصية الخامسة: لا تقتل. الوصية السادسة: لا تزن. الوصية السابعة: لا تسرق. الوصية الثامنة: لا تشهد على قريبك شهادة زور. الوصية التاسعة: لا تشتهي بيت قريبك. الوصية العاشرة: لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيء مما لقريبك. وهذا هو بولس الرسول، رسول المسيحية، يتكلم عن الناموس يعني الشريعة، ويقول في الإصحاح السابع من رسالته لأهل الرومية: إذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. لكن الفرق الجوهري بين نظرتنا حنا المسيحيين للناموس يعني الشريعة ونظرة غيرنا هو أننا ما نشوف أن الناموس سبب الخلاص، ولكن طريقة حياة تحكم سلوكياتنا حنا اللي حصلنا على الخلاص في الرب يسوع المسيح. الناموس هو قانون عادل وصالح، لكن القانون ما يعلمنا الأخلاق، بمعنى أنه غير قادر على تغيير قلب الإنسان. فمثلا قوانين منع الفاحشة ما تمنع الفاحشة، لكن الرذيلة تمنع بتغيير من الداخل من القلب، ومش بالجلد والعقاب الخارجي. وهذا بالطبع ما يلغي العقوبة الخارجية، وهنا يجي دور القانون اللي ينظم العلاقات بين الناس، ينظم الحقوق والواجبات. وهذا أمر مختلف عن الأمور الروحية، لأننا حنا المؤمنين الروحيين هدفنا أبعد من الالتزام بالقانون، حنا نهدف لإقامة علاقة مع ربنا. وهذا بالضبط اللي قاله ربنا يسوع المسيح، فبالرغم أنه قال لا تحسبوني أني جئت، لا تحسبوني أني جئت علشان ألغي الناموس يعني الشريعة، لكنني جئت علشان أكمل الناموس. وتكميل الناموس هنا ما يعني إضافة فقرات جديدة لناموس ناقص، ولكن يقصد إتمامه وتحقيقه، وهذا التحقيق يكون بالتغيير الأخلاقي من الداخل أكثر من العقاب الخارجي، بالعمل من الداخل للخارج ومش العكس. وهذا ما كان يقصده المسيح لما قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين، وهم الفئة المقابلة للسلفيين المسلمين، لأن الذين كانوا يهتمون جدا بالتطبيق الحرفي للشريعة، ما تدخلوا ملكوت السماوات. إيش كان يقصد المسيح تبارك اسمه بالزيادة؟ هل كان يقصد الذهاب إلى ما هو أبعد في المنع والتشدد، أم الذهاب إلى ما هو أبعد في عمق النفس الإنسانية لتغييرها من الداخل، فيصبح تطبيق ناموس الله بالنسبة لهذه النفس أمرا طبيعيا شبه تلقائي يصدر بسهولة من نفس نمت وتغيرت بالفعل من خلال العلاقة بالرب يسوع المسيح تبارك اسمه، اللي جاء علشان يعالج أصل المرض ومش أعراضه. حنا نحتاج للشريعة وهي زينة من يوم ما أعطاها الله، لكننا نحتاج أكثر من كده، وهو تغيير القلب من الداخل من خلال علاقة حية وفعالة مع الله. مثلا ما تنحل مشكلة الزنا والشهوة بس برجم الزانية أو تغطية الحريم بالحجاب أو البرقع أو الغطوة إلى آخره، وكان أجساد الحريم هي السبب. لا، السبب يكمن في الشهوة التي في القلب. الناموس يقول لا تزني، والمسيح يقول
إنما نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يحسب البعض أن المسيح جاء علشان يهدم الناموس ويجعل الحياة الدينية فوضى أو حياة باطنية فقط بدون أي تغيير ظاهر. هذا خطأ شائع عن المسيح. الحقيقة أن المسيح جاء ضد التطبيق الحرفي الشكلي الفارغ من المضمون للناموس، ومش ضد الناموس في حد ذاته. جاء علشان يشيل الخطية من جذورها، يقتلعها، يعالج أصل المشكلة، أصل المرض ومش أعراضه. تعالوا يا أخوان خلينا نصلي مع بعض هذه الصلاة. يا رب يا إلهنا، أشكرك يا رب على الوصايا، لأن الوصية عادلة وصالحة. أشكرك يا رب على هذه الأسلوب اللي أعطتنا إياه لنتقدس ونكون في محضرك يا سيد العظيم. فعلا فعلا يا رب إنه إحنا محتاجين التنقية من الداخل، فنسألك يا رب إنه أنت تدخل في أعماق قلوبنا وتنقيها يا رب، وهذا ينعكس بعدين على تطبيق الوصايا. فأنت يا رب العامل فينا، وهذا المجد وبهذا يعود كل المجد لك يا يسوع. أشكرك يا رب على اللي فعلته من أجلي ومن أجل كل إخوتي المشاهدين اللي عم يشاهدوا هذه الحلقة الآن واللي ما عم يشاهدوها. فأنا أصلي لكل نفس على وجه الأرض يا رب أنه تتطهر من الداخل وتتقدس بالمسيح يسوع. أصلي لك كل المجد، آمين. ليرأف الله علينا وليباركنا وليضيء بوجهه علينا علشان يعرف فالأرض طريقك وبين جميع الأمم خلاصك. تحمدك الشعوب يا رب، تحمدك الشعوب كلها، تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وتهدي أمم الأرض. تحمدك الشعوب يا الله، تحمدك الشعوب كلها، أعطت الأرض غلتها الوفيرة. يباركنا الرب إلهنا فتخافه كل قاصي الأرض. أهلي وأحبابي، اليوم رح نصلي لجزء غالي من أجزاء وطننا الحبيب. اليوم رح نصلي للتاريخ، للأصالة، للماء، للتراب، للنخلة. اليوم رح نصلي لهوانا، هوى الأحساء. الأحساء أو هجر كما يعرفها سكانها، تلك الأرض الطيبة والمستقبل الجميل والماضي المشرف. تشتهر الأحساء والواقعة في شرق المملكة العربية السعودية بكثرة مياهها وخصوبة أرضها وجمال جوها وطيبة أهلها، كما تشتهر تلك الأرض الطيبة بوجودها فوق بئر الغوار، أكبر بئر نفطي في العالم. أرض السلام، أرض المحبة، أرض العلم، أرض التمر والمشالح. نعم، هي الأحساء. فلنصلي من أجل الأحساء وأهلها. يا أبانا السماوي، أحط بين يديك الأحساء وأهلها الطيبين. يا سيد العظيم، استمر في مباركة هذه الأرض الطيبة، اجعلها يا رب بركة ومنار لكل اللي حولها. يا سيد العظيم، حط الأحساء وأهلها أمانة بين يديك، وأشكرك يا رب عليها بالمسيح يسوع، آمين.
أعزائي المشاهدين، والآن وقت الأنشودة الدينية. خلنا نشوف الشاعر إيش كتب بروح الله. كنت أعمى والآن أبصر، كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال لي ابشر، لك خلاص وسلام حقيقي. في يسوع أشكرك كل أيامي، يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي، كل عسير تيسر، كنت أعمى والآن أبصر، سلامي فوق العقول، وفرح دائم يطول، كل كلمة يقول تعزي قلبي في ضيقي. يسوع بعيش لك ممنون، لفضلك يا فادي الكون، وبعترف مديون، يا حقي ونوري وطريقي، يا يسوع كنت أعمى والآن أبصر. وعيش لك ممنون، فضلك يا فاتي الكون،
وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع أشكرك كل أيام يا رجايا وسلام أشكرك كل أيام يا رجايا وسلام منك راحت منامي منك راحت منامي كل عسير انت يا سيل كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر كنت أعمى والآن أبصر كنت تايه ولقيت طريقي وبالنعمة ربي قال أبشر لك خلاص وسلام حقيقي بيسوع في يسوع بيسوع في يسوع أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي منك راحت منامي منك راحت منامي كل عسير انت يا سيل كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر. والآن أعزائي المشاهدين بعد ما سمعنا هذه الترنيمة ترنيمة اللي أنا أحسها أنه فعلا تلمسني لأنه كنت في يوم من الأيام أعمى والآن أبصر. فتعالوا نشترك مع بعض بهذه الصلاة. يا رب كم أنت عظيم يا رب، أنت الوحيد اللي تفتح عيون العميان، فأشكرك يا رب على أنه أنت إلهي، فكل نفس تسمع صوتك يا رب فتح هذه العيون، عيون أذهانهم تتفتح يا رب. أصلي من أجل شعبي، من أجل السعودية من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، يا سيد العظيم تفتح عيون أذهان شعبي الطيب الحبيب بالمسيح يسوع رب العالمين. آمين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم. عندما يسمع المسلم عبارة المسيح ابن الله يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من عظم وهول وكفر ما سمع، فكيف لله سبحانه وتعالى أن تكون له صاحبة وولدا وهو الخالق المصور له الأسماء الحسنى، إنما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا تجديف وكفر بالله عز وجل. تقول الآية 16 من الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من آمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن هذا الكلام موجود حقا في الكتب المسيحية وليس افتراء، ولكن كيف يجرؤ المسيحيون على مثل هذا القول المشين المرفوض وتخرج كلمة الكفر من أفواههم؟ فكيف يدعون بأن لله عز وجل زوجة وطفلا؟ يعتقد أن المسيحيين ينسبون لله ولدا جسديا، وإن الله سبحانه وتعالى اتخذ مريم زوجة له فأنجب منها المسيح. وطبعا حاش لله سبحانه أن يقوم بذلك، فإن هذه الفكرة يشمئز منها المسيحي قبل المسلم، ولا يوجد أحبتي مسيحي واحد في كافة الطوائف المسيحية الموجودة يؤمن بهذا القول. إذن لماذا يعتقد المسلم بأن عبارة ابن الله نعني بها علاقة جسدية؟ لقد أوقعت النصوص الدينية الإسلامية
المسلمين في هذا الخلط وجعلتهم يظنون أن المسيحية تعتقد بذلك. فتارة يقول القرآن بديع السماوات والأرض أن يكون له ولدا ولم تكن له صاحبة، ويقول كذلك إنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بمعنى إنه كيف يكون لله ابنا وليس له زوجة، فوجود الولد مشروط بوجود الزوجة. ولكن هذا مخالف للعقيدة والفهم المسيحي لبنوة المسيح تماما، حيث إن المسيحيون يؤمنون بأن المسيح ابن الله بمعنى روحي، بمعنى روحي بحت وليس بمعنى جسدي إطلاقا. وهذا فهم خاطئ للإيمان المسيحي. فعندما نقول ابن الرافدين فنحن لا نقصد أبدا بأن الرافدين تزوجا وأنجبا طفلا، بل إن المسيح ابن الله المنتمي له والآتي منه والمنسوب إليه. إذن فهذا اعتراض لا قيمة له، لأنه جهل بالعقيدة المسيحية ومخالف لها. وفي تارة أخرى يقول القرآن وقد اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ملك السماوات والأرض، ويقول كذلك ما كان له أن يتخذ من ولدا سبحانه إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون، بمعنى أن المسيحيين يعتقدون بأن الله لم يكن له ولدا فاحتاج أن يتخذ له ولدا في فترة معينة من الزمن. وهذا أيضا مخالف للإيمان والعقيدة المسيحية، حيث أن المسيح في العرف المسيحي هو كلمة الله الأزلي، فهو أزلي مع الله وواحد معه وكلمته ويدعى ابنه منذ الأزل، ولم يتخذه الله ولدا في وقت معين لحاجة معينة، بل كان قبل تكوين أي شيء. إن القول بأن المسيحيون يؤمنون بأن لله ولدا جسديا من تزاوج، أو أنه تعالى احتاج أن يكون له ولدا في فترة من الزمن، هو قول ضد الإيمان المسيحي جملة وتفصيلا، بل واتهام باطل لا أساس له من الصحة. إن ابن الله في اللاهوت المسيحي لا نعني بها الولادة الجسدية من الله، بل نعني الانتماء، بمعنى إن المسيح الآتي من عند الله. وبعبارة الإنجيل إن المسيح كان عند الله قبل تكوين العالم وقبل أن يظهر في الجسد، فهو لم يصر ابن الله حين ولد من مريم، بل حتى قبل وجود مريم نفسها. فالبنوة سابقة لتجسده للعكس. ونصيحتي إذا أردت أن تعرف الحق فسل أهله. وسلام الله الذي يفوق كل شيء يحفظكم ويرعاكم، ولله المجد الدائم من الأبد. آمين. أعزائي المشاهدين، والحين فقرة الاختبارات، خلنا نقرأ هذا الاختبار اللي جانا من السعودية. يقول أنا من السعودية، أمي سعودية الأصل والمنشأ، وأنا جنسيتي يمني، ابن مواطنة سعودية أعيش في مكة، أبلغ من العمر 36 سنة. حدث لي مشكلة روحية بدأت معي منذ قرابة 11 سنة وما زالت حتى اليوم. طبعا أنا تربيت تربية إسلامية سلفية، لكن مع الوقت والتشدد في الدين وجدت أن الله لا يستجيب لي على الإطلاق. ورى الناس وحالهم أحسن مني، أصبحت أحمل كره وحقد وغضب على الله. الشيء الكثير حتى صبري ما عاد يحتمل، وأنه هو المسبب لك لي وللبلاوي دي كلها اللي عندي، ما دام هو اللي بيكتب المقادير الخير والشر. لكن أهاود نفسي وأرجع عما أنا فيه وأقول يا ولد، ترى في النهاية مالك غير الله، إذا غضبت أو حقدت عليه. أمين. الرب يباركك يا أخويا، أصلي لك أنا وأنه ترجع وتعرف أنه أنت مهم جدا والرب يحبك، هو راح على الصليب عشانك. لا تغضب منه، بالعكس لازم أنت تتقرب منه وتحبه.
أصلي لك وأصلي لأهلك بعد باسم يسوع المسيح. آمين. أعزائي المشاهدين، إذا أنتم استفدتوا من هذه الحلقة زي ما أنا استفدت، أخبر أصحابك الآن عن هذا البرنامج المجلة السعودية على قناة الحياة. إذا كان عندك سؤال أو استفسار ارسله لنا من خلال البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي اللي حتظهر على الشاشة الآن. إخوتي وأخواتي، أترككم بحفظ المسيح ورعايته إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. معكم مضيفكم خالد الشمري.